احنا بالنسبه للوباء يعني نحكي وباء كورونا كورونا اي احنا اولا نقول ماكو التزام من بعض المواطنين، هذا الشيء موجود صحيح. زين زين انت الحكومه لما تنطي الحظر، هسه نقول حظر تنطي نعم، غير توفر بدائل اثناء الحظر للعالم اللي محتاجه عيشه يوميه. نعم كمثال انا شخص يومي اطلع يعني عيشتي يوميه اذا ما محمد انت شنو تشتغل؟ اي نعم انت شنو شغلك حبيبي؟ انا كفيف. زين بس احكي لك كمثال يعني المواطن الفقير اللي ما عنده صح يعني يطلع يوم واحد يشتغل، هذا اليوم جزء عايش اسبوع، اذا ما يشتغل ما يعيش. انت لما تنطيه حظر وفر له بدائل نعم، وفر له شيء مقابل انه تخليه يقعد بالبيت، يلتزم انه يقعد بالبيت، مو انا والله قاعده بالبيت وما اعطي كل شيء راح يضطر يطلع يشتغل، مين يجيب عيش العادي؟ احسنت يا محمد احسنت، كلامك منطقي. شكرا لك. اما بالنسبه للدراسه يا استاذ زانكي، موضوع الدراسه يا ريت تسولف لي. ايه نريد قرارات يعني مصيريه، هذا يعني الطالب نعم نقول ذا يعني هاي حياه دراسيه مصيريه، الوزاره ما منتخذه اجراء يقول اخير يوميا له قرار، احنا نريد قرار ثابت بالنسبه للطلاب حتى الطالب يفتهم راسه من رجليه، يفتهم شلون يتصرف. طيب.